اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. تركيا تمنع الدرونات الامريكية من العمل في دونباس عبر الاجواء التركية وعبر تركيا. هذا هو التطور اليوم الذي كشف عنه اكثر من خبير لسبب بسيط، وبعد رؤية جميع حالة الطيران بالنسبة للدرونات الأمريكية دائما تعمل وبطريقة دائرية، هي لا تذهب إلى الآن عبر طريق عادي. أول إجراء قام به الأتراك هو منع الدرونات ليست المسلحة، لأن الأمريكيين لا يرغبون كما تقول ألمانيا في أي حرب ولا في الرد على روسيا، ولو في دخول روسيا إلى كامل أوكرانيا والوصول إلى كييف، فلا تتخوف روسيا إلا من المقاومة هناك، هذا الذي تخاف منه، ولكن لا تخاف من أمريكا وردودها، لأن تسقيف كل شيء من العقوبات أو في إطار العقوبات الاقتصادية هذا يعطي الضوء الأخضر إن أراد بوتين أن يلتهم دونباس. في دونباس نجد البيرقة دار هي العاملة الأولى، وبعد ذلك في الثمانية ساعات الأخيرة وجدنا أن هناك رغبة للتجسس فقط دون أدنى شيء، خصوصا بعد الذي حدث مع البيرقة دار، واعتبرنا أن مثل هذه الوضعية اعتمدت كفضيحة، لأن الأرقام التعريفية كانت فرنسية والبيرقة دار كانت وحدها التي تعمل في سماء دونباس. الاركيو كما لاحظها الجميع اتت للتجسس عن بعد، وليس كما قام بهذه العملية البيرقدار عندما وصل الى الحدود التي تسميها روسيا بانها حدودها، وهي حدود القرم، والقرم حسب الشرعية الدولية هي تنتمي الى اوكرانيا. المبررات الجيوسياسية لروسيا حول قضية الأمن وتوسيع الأمن والخوف من الناتو كلها مبررات، ولكن واقع الحال أن روسيا تستطيع حماية نفسها، هذا واقع يمكن اليوم الجزم به. إذن بالنسبة لتركيا تخاف على نفسها من التجسس الأمريكي على الآس 400 على وجه التحديد. الأمريكيون يتخذون دونباس للوصول إلى طيران أن يكون غير دائري، وبالتالي فإن إمكانية الوصول RQ4 جروب لوك إلى معرفة خرائط انتشار الأس 400 هذا ما يريده تماما الأمريكي في ظروف إلى الآن تعتبر معقدة بين كل من أمريكا وروسيا وفي العلاقات الروسية أيضا التركية. فهل تركيا تحجب معلومات على أمريكا؟ تحجب أكثر من 95% من معلوماتها، وليس فقط تحجب معلوماتها، وال5% ما تفترضه تماما الشرعة التنظيمية للناتو، أكثر من ذلك لا وجود. وحتى لهذا ما سمي بالتعاون والأجراء وغيرها كل هذا يؤخذ بعين الاعتبار، لكن لا وجود لمثل هذا التعاون. إذن مهم جدا اليوم أن يكشف الروس بأن حالة الطيران بالنسبة للأمريكيين جعلهم يفقدون ثقة تركيا بعد ألمانيا. ألمانيا قائد بحريتهم صرح بما صرح به، ونقلنا الفيديو ونقلنا جميع التفاصيل والآداب بالنسبة لبرلين. وبرلين اليوم تقول أن أمريكا لا ترغب في الحرب، ولذلك فلا مجال لأي مساومة حول هذا الوضع، ومن الأولى ألا نسلم أوكرانيا على الأقل أي سلاح. كل السلاح اليوم الذي سيعطى لأوكرانيا سيدمرها، لأنه سيستفز روسيا من أجل الدخول. فليترك الشعب تماما أعزلا لنرى ماذا سيفعل بهذا الشعب الأعزل، ماذا سيفعل بوتين بهذا الشعب الأعزل، ستكون بمثابة إفلاس أخلاقي كامل لروسيا، وآنذاك سيسمح للألمان بالنووي، وهذا مهم جدا لأنهم هددوا بالسلاح النووي، وهذا ما طالبت به وزيرة الدفاع الألمانية.
تركيا تلتحق بألمانيا، هكذا يفسر الأمريكيون، لأن تركيا اليوم تحجب بشكل كامل عمل الاركيو فور جروبلوك في هذه المنطقة، لأنها بدون معنى أن تتجسس أمريكا عن الجميع وعلى أصدقائها، لأنها لا تستطيع أن تطير هذه الطائرة في القرم. في القرم لا تستطيع الطيران، فلماذا أساسا تنطلق وعبر وقريبا من إلى آخره؟ لذلك فتركيا اتخذت نفس الموقف الألماني اليوم، الأوكريني والتركي، لأن أمريكا لا تريد أن تحارب وبايدن لا يريد الحرب ببساطة شديدة. وإغراق وإحراج إغراق أو إحراج أي كان الحال بالنسبة لبوتين أمام شخص لا يريد أن يحارب، وهذا مقصود منه تماما الوصول إلى عقوبات ضد بوتين كما هدد، وهذه تطورات ناقشنا في فيديوهات سابقة. التطور الاستثنائي اليوم، تركيا تلتحق بألمانيا من جهة لأنها لا تعترف بأن هذا التجسس بين قوسين أو الاستعلام أو الاستخبار هو موجه لحماية أوكرانيا، فحماية أوكرانيا ليست الآن إلى حدود هذه اللحظة ليست بندا أساسيا، هذه هي اللقطة الأولى الأساسية. لذلك فلا معنى لهذا الطيران. التحاق تركيا بألمانيا رسالة قوية جدا لبايدن، بايدن الذي لا يرغب في الحرب ببساطة شديدة. عندما نأتي إلى القوتين النوويتين المتبقيتين بريطانيا وفرنسا، ماذا قاد بوتين؟ قاد 6 سفن تدور حول أوروبا الآن، ويرغب الأمريكيون والفرنسيون بأن تستقر في شرق المتوسط كي لا تدور حول شواطئهم وتهتز صورتهم، وقد وصلت إلى السواحل البريطانية وإلى 3 أميال من المياه الفرنسية، وهذا ما ناقشناه في فيديو مستقل مع نقل الأوديو. إذن بالنسبة لهذه المسألة فهي حاسمة بالنسبة لتركيا. تركيا تمنع هذا الطيران الأمريكي للاستخبار والاستعلام والتجسس من أجل أي عمل داخل الأراضي التركية. وأي تفسير لحرب بدون استعلام واستخبار؟ الأمريكيون لا يتمكنون اليوم من معرفة ما يجري ولا استعدادات هؤلاء الفرقاء ولا الدول التي تعمل الآن. كل هذا بعيد كل البعد عن الأثر الذي يريده تماما بايدن. بايدن الآن خسر ألمانيا وخسر أيضا تركيا، وهذا هو الواضح في هذه اللحظات التي انتقدت فيها الرئاسة الأوكرانية أيضا بايدن. إذن بايدن ينتقد من الرئيس زيلينسكي، وألمانيا تنتفض، تركيا تمنع التجسس لأمريكا عن بلادها لأنها لن تستفيد من شيء، لأن بايدن لا يريد الحرب ببساطة شديدة. وهذا ليس تكتيكا، يمكن ألا ترغب في الحرب ولكن لا تظهر ذلك على الملأ، ولكن بالنسبة لبايدن يريد إحراج بوتين. لا نريد الحرب ولك القرار، اعمل ما تشاء، وآنذاك سنرى أي رد سيكون بعد الذي ستقوم به. على أي اليوم إن مجرد، وهذا مهم جدا كخلاصات، إن مجرد قرار أردوغان وقف طائرات التجسس المنسوبة للولايات المتحدة الأمريكية وللناتو في هذه المرحلة يعتبر بمثابة تحصين إضافي لأمريكا التي لا تستطيع أن تحارب ولن تحارب من أجل تركيا في مقابل روسيا. القرار الذي توصل إليه الأتراك الآن وفي خلاصة أساسية أولى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تحمي ولن تحمي أوكرانيا لن تحمي تركيا، لذلك فتركيا يجب أن تعتمد على قدراتها. وأيضا بالنسبة للقوى المتوسطة، كل من بريطانيا وفرنسا هما يتراجعان على أقل تقدير إلى أبعد حد،
ليس فقط لأنهم بدون شجاعة أو بدون تكنولوجيا متقدمة. هذا لا يكفي. المسألة أن هناك قرارا بعدم الحرب، بعدم وقوع ما يجب أن يحمي به الناتو أعضائه، وأيضا بالنسبة لشرق أوروبا وامتيازها والحدود مع روسيا. سؤال مطروح الآن أمام بلدين، تركيا التي يقول الجميع أنها ليست إلا وكيلة الناتو، الناتو لا يحمي أحدا، الناتو لا يعطي لا ضوء أخضر ولا ضوء أزرق، أي ضوء أخضر هذا الذي يمكن أن نقول معه أن أردوغان دخل إلى ليبيا وضوء أخضر الناتو؟ الناتو اليوم يعيش حقيقته، قوته الحقيقية، ولا يستطيع أن يحمي شيء. وبطبيعة الحال فإن تركيا تمنع لأن مثل هذا العضو لا يمكن أن يحمي أحدا. الأمريكيون يفكرون في حماية أنفسهم، وعندما ندرك أن كوبا أعطت ضمانات لوجستية 17 ضمانة لوجستية لأن تكون مع روسيا، وهناك 14 مع نيكاراغوا وأيضا مع فنزويلا، ماذا يريد الروس أكثر من ذلك؟ لقد صدم بوتين من حجم ما كان يعتقد أنه قوة ستدمر وإلى آخره. لقد رأى أن هناك صعوبة حتى في أن تحارب من لا يريد أن يحارب، ولذلك الانتشار الروسي اليوم بعد هزيمة أمريكا في أفغانستان انتهت روح الحرب أو المواجهة لدى الكاوبوي الأمريكي. خطير جدا المسألة، ليست تقنية فقط، هناك شيء ما في الروح الأمريكية لم يعد كالسابق، هذا ببساطة شديدة يمكن التأكيد عليه. ولهذا فإن الروس مصدومين أكثر. المسألة ليست انقسام في الناتو، هناك أكبر من انقسام، هناك عدم الثقة. ليس هناك فقط تقسيم أوروبا، هناك عدم الثقة في الكيان الأوروبي، لأن اليوم المظلة النووية الفرنسية لا تجدي شيئا بالنسبة للألمان، والألمان لا يجدون أحدا يريد أن يستخدم هذا السلاح النووي أو السلاح النووي. عندما نذكره نذكر التكتيكية على وجه التحديد، يعني لا شيء، ولو كورقة، ولو كتلويح ورقة. عندما وجدنا حملة الطائرات النووية في بحر الشمال بعد هذه التجربة الناجحة للغواصة الروسية التي أطلقت على بعد 1000 كيلومتر لقصف هدفها، لم نرى وبشكل كامل ما هو رد الفعل، ما هو رد الفعل بالنسبة للجميع، لأن الخيار النووي لن يكون إلا في أستراليا وفي اليابان، لكن بالنسبة لأوروبا أبعد، أعقد وأبعد من أن تكون رهينة لمثل هذا الخيار. قد يكون هذا مقبولا حسب تقرير البنتاغون، ولكن واقع الحال أن هناك إمكانية للوصول إلى ذلك. هنا نجد أن السيناريو الحقيقي الذي يريد بوتين أن يقوم به عبر هذه الدورة بالنسبة لست سفن من بحر الشمال ومن أسطول البلطيق، من أسطول بحر الشمال الروسي ومن أسطول بحر البلطيق، سنجد أن هذه الدورة هي لعزل أوروبا. لأول مرة تعزل أوروبا منذ الحرب الكونية الثانية، لم تعزل، الآن تعزل وبست سفن. هذا واقع الحال. إذا تركيا عندما قررت قرارها بمنع التجسس الجوي عن أراضيها وعن مقدراتها وعن تطويراتها وعن تواجد الآس 400 في هذه اللحظة على وجه التحديد، فهي تعرف ما تفعل، لأن هناك ترتيبات أمنية خالصة purely، يعني بالنسبة لي تركيا الواضح أنه وبشكل خالص اليوم هناك إجراءات استثنائية في داخل تركيا. هناك 7 إجراءات لما سمي بالحماية الخالصة لتركيا تستخدم لأول مرة، وتستخدم من خارج الناتو لأن الناتو لا يحمي أحدا. وقد اتخذت تركيا من الآن التي
التي أولا تعرف جيدا ماذا وقع بعد إسقاط الطائرة الروسية. كان شيئا ما تعرفه تركيا بأن اللحظة التي يريد فيها الروس قياس عدوهم فيجب الضرب بقوة لمنع أي تفكير روسي في أبعد، لأن كان بوتين يفكر في الوصول إلى ما بعد الحدود السورية التركية من داخل تركيا في الأسكندرون. هذه الخطة، ويعرف جيدا هذا أردوغان، لذلك كان الرد قاسيا، ودائما تكون القسوة جزء من حد طموح بوتين. هذا هو الواضح بشكل أكبر عندما رأينا اليوم تركيا تستخدم نفس الصرامة الاستراتيجية، قد نسميها هكذا، الصرامة الاستراتيجية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ليس ضد روسيا وإنما ضد الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاركيو وحركتها، لأن بالنسبة لهذا الدرون قد يصور كل شيء وتكنولوجيا جيدة، وبعد ذلك ماذا؟ لا فعل بعدها. قد يعرف الأمريكيون كل شيء، ولكن هل يفعلوا أي شيء؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الألمان والأوكرانيون والآن الأتراك الذين منعوا الاركيو من الحركة تجاه الأراضي التركية. إذن لا عبور للاركيو في الأراضي التركية، والمجال الجوي التركي مغلق أمام الدرونات الأمريكية كي لا تعمل ولو فوق الدرون، ولو فوق دونباس، ولو أن هذا الدرون يعمل على دونباس وعلى مشكلة دونباس فلا تسهيلات لوجستية تجاهه. هذا واقع الحال اليوم أمام هذا التطور الاستثنائي الذي قامت به تركيا ضد أمريكا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.